أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 10. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الأحياء على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون في ضيافتنا النهاردة الأستاذ محمد خطاب، أستاذ الأحياء في مدرسة خليل أغا الثانوية بنين. صباح الخير يا مستر. صباح النور، أهلا وسهلا. شرفتنا ومشرفنا كالعادة. وهتقول إيه لطلابك النهاردة؟ النهارده هنفكرهم كده تاني بالهيكل العظمي، ونخلص بقى العظم اللي موجود في الانسان، بحيث ان احنا بعد كده نكمل، يبقى كده الدعامه بالنسبه لنا انتهت ان شاء الله. جميل، اتفضل يا مسرحان. احب افكركم بس المره اللي فاتت احنا ابتدينا نتكلم على الدعامه والهيكل. وصلنا للهيكل العظمي، قلنا الهيكل العظمي بيتكون من جزئين، هيكل محوري وهيكل طرفي. خلصنا المره اللي فاتت الهيكل المحوري، ونعمل عليه ريفيجن سريع. اتفضل يا مسرحان. قلنا الهيكل عبارة عن جزئين، أول هيكل هيكل محوري، ودي الحاجات اللي ماسكة محور الجسم أو منتصف الجسم، زي العمود الفقري، الجمجمة، القفص الصدري. الجزء الثاني بقى هيكل طرفي. بالنسبة للهيكل الطرفي ده عبارة عن أربع أجزاء. أول حاجة حزام صدري مع طرفان علويان، حزام حوضي مع طرفان سفليان. يبقى دي الأجزاء بتاعة الهيكل الطرفي. لو جيت أحسب المجموع هلاقي إن مجموع العظام عندي زي ما قلنا الحصة اللي فاتت 206 عظمة. طيب افكركم كده بسرعه بحته الهيكل المحوري كان بيتكون من ايه. تمام، كنا بنقول الهيكل المحوري بيشمل الاجزاء اللي موجوده في محور الجسم او في منتصف الجسم، زي الجمجمه، زي العمود الفقري، وزي القفص الصدري. ريفيجن سريع كده، العمود الفقري كان بيتكون من 33 فقره بتختلف في شكلها وحجمها عشان تناسب المكان اللي هي موجوده فيه في الجسم. في نفس الوقت عدد عظام العمود الفقري كان بيختلف عن عدد الفقرات نفسها، لان في عندنا فقرات متمفصله وفي فقرات تانية ملتحمه، ودايما الملتحمه لما نيجي نحسبها بنحسبها كانها عظمه واحده. يعني لو قال لك مثلا ان الفقرات العجزيه خمس فقرات ملتحمه، يبقى معنى كده لما نيجي نعدهم ككام عظمه يبقى هنعدهم ان هم عظمه واحده. فقرات العصعصيه كانوا اربع فقرات بس ملتحمه، يبقى طالما انها ملتحمه يبقى لما نيجي برضو نعدهم بنعدهم اكنهم عظمة واحدة. يبقى إذن عدد عظام العمود الفقري هيبقوا 26 عظمة، لكن عدد الفقرات 33 فقرة، في العنقية، في الظهرية، في القطنية، العجزية والعصعصية. إيه وظيفة العمود الفقري؟ هو المحور الرئيسي للجسم، هو اللي ماسك كل حاجة في جسمنا زي ما احنا شايفين. الحاجة التانية بيحمي جزء مهم جدا من الجهاز العصبي اللي هو اسمه الحبل الشوكي. الجزء التاني كان الجمجمة، نجيب واحدة تانية أكبر شوية. ابو ضحك يا جماعه. جمجمه عباره عن 22 عظمه، علبه عظميه، وزي ما احنا شايفين جزئين، جزء امامي وجزء خلفي، او جزء وجهي وجزء مخي، وده ممكن نسميه الجزء الجبهي. الجزء الجبهي دون عباره عن 14 عظمه زي ما احنا شايفين، عظام الوجه، اماكن بتاعه اعضاء الحس، والفكين، وخلي بالك دايما اللي بيتحرك بيكون الفك السفلي. الجزء الخلفي بيتكون من 8 عظمه عظام، العظام دي بتكون مسننة بتتصل مع بعض اتصال متين، عشان كده لما تيجي تتفرج عليهم تحسهم ان هم عظمة واحدة بس. لو جينا بصينا على التجويف اللي جوه ده لحماية المخ، بس في نفس الوقت هنا في ثقب اسمه الثقب الكبير. طيب لو جيت سألتك دلوقتي سؤال، لكي نتمكن من رؤية الثقب الكبير ايه نوع المنظر او ايه نوع الاتجاه اللي انا ابصه للجمجمة عشان اقدر اشوفه؟ طب انا هعمل لك دي كده، هل انت شايف الثقب الكبير باين بالنسبه لنا؟ لا طبعا. طب لو عملت كده ده اسمه منظر علوي او منظر سطحي. طب ده كده منظر جانبي. كده منظر سفلي.
يبقى عشان نتمكن من رؤيه الثقب الكبير يبقى لازم لما اجي ابص على الجمجمه يكون المنظر بتاعها السفلي لان هو موجود في اسفل الجمجمه. تمام؟ تمام. بعد كده دخلنا في حاجه جديده اسمها القفص الصدري، وهو فعلا اسم على مسمى، هو فعلا عباره عن قفص بيتكون من 24 عظمه بنسميها الضلوع. العظمه دي بتكون مقوسه متجهه لاسفل من ورا الضلوع كلها، بتتصل بالفقرات الظهريه من خلال جزئين، النتوء المستعرض وجسم الفقره. من الامام هتلاقي ان في عندك 10 ازواج بس من الضلوع بتتصل بعظمه مفلطحه اسمها عظمه القص، والنهايه بتاعتها بتكون مدببه وغضروفيه. طيب في معلومه كده مش موجوده عندنا في الكتاب، ان انا لو بصيت ابص على المنظر اللي قدامي، انا مش عايزك ان انت تجيب حاجه من عندك، لا انت بص على المنظر اللي قدامك. لو بصينا للضلوع هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7، تمام؟ خلاص، دول بنسموهم الضلوع الحقيقيه، 7 ازواج دول ضلوع حقيقيه. تمام. طب والثلاثة الباقيين مش هتلاقيهم ماسكين في القص ولكن ماسكين في الضلع السابع، عشان كده بنسميها ضلوع غير حقيقيه. تمام؟ يبقى العشر ازواج دول اللي ماسكين في القص مش كلهم فعليا مرتبطين بالقص، لا 7 بس هم اللي مرتبطين بالقص، واخر 3 ماسكين في الضلع السابع. تمام. تمام؟ جميل. ده كده بالنسبه للجزء اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. النهارده بقى بنبتدي نخش في حاجه جديده اللي هو الهيكل الطرفي. زي ما قلنا الهيكل الطرفي ده اللي هو الاطراف بتاعتنا، بتشمل حزام صدري وطرفان علويان، حزام حوضي وطرفان سفليان. تمام؟ طيب ده الحزام الحوضي، الحزام الصدري معذرة. اجي اوصف المنظر اللي قدامي، انا قلت لك انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم ايه المنظر اللي انت شايفه. شايفين عظمة مفلطحة مثلثة، الطرف الخارجي مدبب والداخلي عريض، اسمها ايه العظمة دي؟ لوح الكتف. تمام؟ يبقى لوح الكتف عبارة عن عظمة مثلثة، اللي بره مدبب واللي جوه هو الطرف العريض للداخل. في نفس الوقت هتلاقي فيها نتوء، نتوء يعني حته بارزه كده من العظم ماسكه فيه عظمه تانيه. العظمه التانيه دي لو انت حطيت ايدك في المكان ده بتحس بيها، دي اسمها عظمه الترقوه، ودي برضو بتتصل بالقص. يبقى الحزام الصدري عباره عن نصفين متماثلين، كل نص بيتكون من عظمتين. خلي بالك العظام غير ملتحمه، لذلك لما تيجي تحسب عدد عظام الحزام الصدري هقول 4 عظام. مين ال4 عظام؟ لوحين كتف وترقوتين. تمام؟ طيب من ضمن الاسئله بقى اللي بنتسال فيها حته اليمين والشمال، مين الجزء الايمن وفين الجزء الايسر، وهل ده حزام صدري هل ده بتاع الشمال ولا اليمين؟ عشان نفهمها بنعمل زي بوصله خاصه بينا احنا، خاصه بالاحياء. خلي بالك مالكش دعوه بدراعك انت. طبعا لو انا خدتها بالجغرافيا هتلاقي ان هنا شمال وجنوب وشرق وغرب. خلاص كده؟ شين هو الشرق، وده بيكون الشمال بتاعنا، شمال مش شمال، يعني ده كده الجزء الايسر. يبقى اذا اللي ناحيه الشرق اللي هو ناحيه اليمين ده بيكون الطرف او الجزء الايسر. هتقولي طيب ودي انا خدتها امتى؟ اقول لك انت خدتها السنه اللي فاتت لما كنا بنتكلم مثلا على تركيب القلب. تلاقي ان القلب كان فيه نصفين ايمن وايسر، وكان بنرسم الناحيه دي كده الاذين الايسر، وهنا البطين الايسر، هنا الاذين الايمن والبطين الايمن. يبقى خلي بالك انت ما تبصش لايدك انت، تمام؟ ده بيبقى موجود عكس ايديك. فانا لما ابص على ده الوضع الطبيعي، ده حطه على جسمي، ده المفروض يبقى الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ احنا قلنا دايما الطرف العريض للداخل، لا كده ما بقاش العريض للداخل، ده المفروض يبقى كده. يبقى اذا ده كده جزء ايمن من الحزام الصدري. تمام؟ يبقى معنى كده العظمه دي بتاعت الطرف العلوي الايمن. فهمناها بنحسبها ازاي؟ يبقى تخلي بالك ان هو عكس ما انت باصص للرسمه. يبقى اذا الناحيه دي هو الجزء الايسر، يبقى الجزء ده هو الايمن. فبص بقى ده اللي المفروض لجوه وده اللي بره، اللي بره ناحيه مين؟ اليمين. يبقى اذا ده الحزام الصدري او النصف الايمن من الحزام الصدري. تمام؟ طيب العظمه دي مش تبع الحزام الصدري ولكن دي عظمه العضد،
الجزء ده من الذراع. دي علشان يحصل هنا تمصل ما بين الاتنين فلازم تخش في تجويف. انت شايف ان هي ليها راس. التجويف اللي داخله فيه ده اسمه التجويف الاروح. تمام؟ يبقى رأس عظمة العضد بتستقر في تجويف هنا في لوح الكتف اسمه التجويف الاروح، وده اللي بيخلي مفصل الكتف بتاعك موجود. ده يتحرك بقى في جميع الاتجاهات زي ما هناخد بعد كده ان شاء الله. يبقى كده احنا خلصنا من الحزام الصدري. نراجع مع بعض بسرعه. يبقى الحزام الصدري عباره عن عظمتين، عظمه مفلطحه مثلثه، ده للداخل وده للخارج، بنسميها لوح الكتف. النتوء بتاعها بيتصل بيه عظمه اسمها عظمه الترقوه، ودي ماسكه في الصدر، القفص الصدري، منطقه القص. وبعد كده عندي هنا كده دي عظمه العضد مش تبع الحزام الصدري ولكنها بتتمفصل مع لوح الكتف عشان تعمل لنا المفصل بتاع الكتف حر الحركه. تمام؟ طيب نيجي للطرفين العلويان بقى. هنقسمه الاول مناطق. انا شايف قدامي كام منطقه، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته. يبقى الطرف العلوي متقسم تلات مناطق. اول منطقه عضد، تمام؟ عضد. بعد كده دي الجزئيه دي عظمتين، العضد زي ما انت شايف عظمه واحده. بعد كده الجزئيه دي عظمتين اسمها الساعد. بعد كده ده كف اليد، وده اللي احنا عارفينه، ده عضد وساعد وكف الايد. طب تعال نشوفهم كم عظمه. اولا عظمه العضد ادي عظمه واحده، بعد كده الساعد عظمتين. طب بص لي هنا ودقق بقى، انا قلت لك مش هتحفظ، بص على المنظر ده. هل العظمتين بيتمفصلوا مع عظمه العضد ولا واحده بس؟ واحده بس. واحده بس. يبقى معنى كده التمفصل في الساعد بيتم عن طريق عظمه واحده. اسمها ايه بقى العظمه واحده دي؟ اسمها الزند. خلاص؟ يبقى دي كده اسمها الزند. طب العظمه اللي هي قصيره من فوق دي مش واصله للعضد، دي اسمها الكعبره. طب وانا هعرفها ازاي في الرسم؟ اللي ناحيه الابهام بتاعك، اللي ناحيه الصباع الكبير، هي دي اللي اسمها الكعبره. بص كده لما بفرد دراع، ده العضد، سوري، ده العضد ودي الكعبره وده الزند. طب بص كده الكعبره جايه عند انهي صباع؟ عند الابهام. طب بص كده الكعبره ثابته ولا بتتحرك؟ بتتحرك. بس ايه نوع الحركه؟ نصف دائريه. يعني انا دلوقتي اقدر الف ايدي كده وكده. يبقى العظمه اللي اتحركت دي هي عظمه الكعبره. تمام؟ طيب برضه لما يجي يسألك على الذراع الأيمن ولا الأيسر، خلي بالك، بص الوضع الطبيعي للهيكل عامل إزاي. مفيش حد بيبقى واقف وعامل دراعه ده كده لجوه، لأ، أنت دايما كفك بيبقى لبره. يبقى طالما الإبهام ده ناحية اليمين، يبقى إذن ده كده الطرف الأيمن. خلاص؟ يبقى نعرفها إزاي، الكعبرة والإبهام ناحية اليمين. تمام؟ طيب، إلا الطرف العلوي، نراجعه من الجزئيين اللي إحنا قلناهم، يبقى أول حاجة عضد. بعد كده ساعد عباره عن عظمتين. مين فيهم اللي بيتمفصل؟ الزند. الكعبره غير متمفصله مع العضد ولكنها عريضه من تحت. طيب نيجي لكف الايد بقى. كف الايد برضو هتلاقي فيه عدد كبير من العظام. اول جزء اسمه رسغ اليد، الرسغ ده عباره عن 8 عظمات. فين الرسغ؟ حته صغنطوطه قوي دي، لو انت حطيت ايدك هتحس بيها هنا. حته صغيره قوي بس بالرغم كده بتتكون من 8 عظام. بعد كده راحة اليد. فين راحة اليد؟ اللي هو بطن ايديا دي اللي احنا بنقولها بالبلدي بالظبط. دي كده عدهم كام عظمة؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وصفهم ايه العظام دي؟ عظام طويلة زي ما انت شايف. اسمها الامشاط، يبقى 5 امشاط. بعد كده عندك الصوابع، العقل بتاعت الصوابع، بس عندنا ما بنسميهاش عقل، بنسميها سلميات. تمام؟ طب دول كام سلمية؟ بص ده تلاتة 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 تلاتة، يبقى لغاية دلوقتي دول 12. تمام؟ أجي أبص لده سلميتين اتنين بس مش تلاتة، يبقى الإبهام سلميتين. الباقي كله 3 سلميات، يبقى كلهم 14 سلمية. تمام. نعد بقى، أدي دول كده 14 سلمية. بعد كده 5 أمشاط. بعد كده 8 رزغ. 14 و5 كام؟ 19. 19 و8 27. 27 و2 29 1 30. يبقى عدد العظام هنا كام؟ 30. وطبعا الايسر زيه بالظبط. نرجعه تاني بقى، يبقى عضد، ساعد عباره عن زند وكعبره، بعد كده
رسخ، رسخ. الأمشاط أو راحة اليد 5، السلميات بتاعة الأصابع 14. تمام؟ جميل. طيب حتة اليمين واليسار بأكد عليها مرة تانية لأن دي جت في امتحان السنة اللي فاتت. إزاي أعرف الأيمن من الأيسر؟ قلنا هنحدد البوصلة بتاعتي أو المؤشر بتاعي هو الكعبرة والإبهام. بص، الكعبرة لبره ناحية اليمين ولا ناحية اليسار؟ يعني لازم اليد تبقى مفتوحة كده. بالظبط، لازم الوضع. إيدك تبقى مفتوحة. لأن ده الوضع الطبيعي. تمام. مش بمشي كده، كده أنت لفيت المفصل خلاص، كده لا أنت اتحركت، لا أنا عايزك من غير حركة، الطبيعي إن إيدي تبقى عاملة كده. فطالما ايدك عملت كده بقت الكعبره ناحيه اليمين، طالما الكعبره ناحيه اليمين يبقى ده الذراع الايمن. لا ده الكعبره ناحيه اليسار يبقى ده الذراع الايسر. تمام. تمام؟ لان ممكن يروح جايب لك في الرسمه جزء من المفصل، جزء من الذراع، ما يجيبلكش الذراع كله. ما هو الابهام، والله حاسس ان الابهام ناحيه اليمين خلاص كده. طب ما جابليش الابهام. هيجيب لك الكعبره والزند. طب برضه هعرف ازاي الكعبره والزند؟ القصيره من فوق اللي مش ماسكه في العضد هي دي الكعبره. تمام؟ تمام. طيب نيجي للجزء الثالث. طبعا ملناش دعوه بده بقى، ده كده تبع العمود الفقري، انا مش عايزه النهارده، لا انا عايز الجزئيه دي. تمام. هتلاقي حزام بمعنى الكلمه، محزم الجسم. طيب الحزام ده زي ما انت شايف نصين، اسمه الحزام الحوضي وبيبقى فيه تجويف هنا. طب بص كده، الحزام الحوضي كام عظمه؟ تعال نعد. نمسك الاول النص ده، انهي نص؟ ده الايمن. تمام. امسك النصف الايمن، اكبر عظمه هتلاقيها جايه ناحيه الظهر اسمها الحرقوفه الظهريه، بعد كده عانه، بعد كده ورك، يبقى اللي جايه من قدام فوق عانه، واللي تحت وتلاقيها جايه على ورا شويه دي الورك. يبقى كده كام عظمه؟ ثلاثه. حرقوفه، عانه، ورك. تمام. التلاتة ملتحمين، طالما قلت التلات اجزاء ملتحمين يبقى النص ده بكام عظمه؟ نحسبهم تلاتة ولا نحسبهم واحده؟ عظمه واحده. عظمه واحده. طب تعالى النص التاني، حرقوفه، عانه، ورك، ملتحمين، يبقى كام عظمه؟ عظمه واحده. عظمه واحده. يبقى اذا الحزام الحوضي كام عظمه؟ عظمتين. عظمتين. كل نص تلات عظام ملتحمه، يبقى ده بعظمه وده بعظمه. جميل. تمام. هتلاقي النصين دول بيلتحموا من الامام في منطقه بنسمي المنطقه دي ارتفاق عاني. وعشان ما تنساش كان العظمتين دول اسمهم عظام العانه، يبقى الارتفاق ده او الحته اللي في النص دي اسمها الارتفاق العاني. تمام. تمام. طب نيجي من ورا، النصين ماسكين في بعض عن طريق مين؟ مين اللي بيربط النصين دول ببعض؟ الحرقوفه الظهريه. مين اللي بيربطوا الاثنين ببعض؟ عن طريق الفقرات زي ما احنا شايفين. العجزيه، لان خلي بالك العصوصيه تحت ايه. تمام. يبقى النصفين من الامام بيتصلوا عن طريق الارتفاق العاني. طب من الخلف عن طريق الفقرات العجزيه. تمام. طيب لو انا بصيت هنا في التقاء الثلاث عظمات دول هتلاقي هنا في تجويف، التجويف ده اسمه التجويف الحقي. تمام. او كنا بنسميه الحق اختصارا، الحق، لكن هو اسمه العلمي التجويف الحقي. تمام. طب ده لازمته ايه؟ ده اللي هتستقر فيه عظمة الفخذ. ما هو الأحزمة دي إيه وظيفتها أصلاً؟ بتربط الهيكلين ببعض، الجزئين بتوع الهيكل ببعض، المحوري بالطرفي. جميل. فعلشان يحصل هنا كده تمفصل محتاجين تجويف تستقر فيه العظمة، رأس عظمة الفخذ. اسمه إيه بقى التجويف ده؟ التجويف الحقي. يبقى خلي بالك أنت عندك اللي فوق في لوح الكتف التجويف الأروح. عشان ما تنساش، بص كده دراعك بيتحرك زي المروحة. تمام كده. طب واللي تحت اسمه التجويف الحقي. ماشي. طيب نشوفه بقى على الهيكل كده التمفصل، نفتكر مع بعض اسامي الثلاث عظام. يبقى دي الحرقوفة، العانة، الورك. طب والتجويف ده التجويف الحقي. شايفين مين اللي دخل فيه؟ استقرت فيه رأس عظمة الفخذ. يبقى كده تكون المفصل بتاع الفخذ. وبرضه المفصل ده واسع الحركه قدام ورا، بالذات بقى لو بتلعب جمباز وشقلبظات كده. تمام. طيب نيجي بقى للجزء الاخير، الطرف السفلي. الطرف السفلي كم منطقه؟ ثلاثه، عامل زي الطرف العلوي. فخذ، ساق، وخلي بالك بص الساق عظمتين عامله زي الساعد، كان برضه عظمتين. مظبوط. والقدم.
يبقى الطرف السفلي كام جزء؟ ثلاث ثلاثة. أجزاء، فخذ وساق وقدم. تعال نعد كل واحدة. أولا الفخذ، أولا عظمة. عظمة واحدة. بعد كده هتلاحظ إن دي شبه اللي فوق شوية، هنا كده في تمفصل ما بين الاتنين. المفصل ده احنا عارفين اسمه الركبة، وطبعا فيها أشهر رباط اللي بنسمع عنه الرباط عند العيال الصليبي. كبار، الرباط الصليبي. تمام تمام كده. طيب قدام الركبة هتلاقي في عظمة صغيرة احنا بنسميها الصابونة، بيسموها الصامولة، اللي هي تحس إن هي عمالة بتتحرك كده. العظمة الصغنطوطة دي اسمها رضفة. يبقى العظمة الصغيرة اللي قدام الركبة اسمها رضفة. تمام؟ بعد كده الساق. طب الساق كام عظمة؟ عظمتين، واحدة للداخل واحدة للخارج. جميل. اللي الداخل اسمها قصبة. طب واللي بره وتحسها جاية لورا مش قدام، ما تحسش بيها من قدام، دي اسمها الشظية. تمام؟ يبقى دي قصبة ودي شظية. تمام. طب أنا بص التمفصل بقى، هل عظمة الفخذ متمفصلة مع القصبة والشظية، ولا الشظية بس، ولا القصبة بس؟ أبص كده، مين التمفصل مع العظمة دي اللي احنا قلنا عليها القصبة؟ يبقى التمفصل ده عن طريق العظمة بتاعة الفخذ وعظمة القصبة. تمام؟ طيب برضو حتة أعرف إذا كانت دي الطرف اللي هو جايبه لي في الرسم ده أيمن ولا أيسر، هعرفه إزاي؟ البوصلة بتاعتك هي الشظية، العظمة الرفيعة. تمام؟ لو جاية ناحية اليمين، احنا قلنا طبعا النص ده كده، الجزء ده كده أيمن. تمام؟ لو جاية ناحية اليمين يبقى ده الطرف الأيمن، جاية ناحية اليسار يبقى ده الطرف الأيسر. تمام؟ يبقى كده عدينا كام عظمة؟ أدي واحد، اتنين، ما تنساش دي، تلاتة، أربعة. تمام. نيجي للقدم بقى. القدم بتتكون من ثلاث مناطق، زي ما كانت ايدك كف ايدك برضو ثلاث اجزاء، ثلاث مناطق. رسغ القدم، هتلاقي رسغ القدم المره دي سبع عظام بس، اما رسغ اليد كان كام عظمه؟ كان ثمانيه بالظبط. العظمه دي كلنا عارفينها اللي بندب بيها، اسمها عظمه الكعب. يبقى اكبر عظمه في الرسغ بتاع القدم اسمها الكعب، دي بتبقى الخلفيه جايه ورا. بعد كده عندك برضو خمس عظام طويلة اسمها الأمشاط، يبقى عندي أمشاط يد وأمشاط القدم. وعندي برضو سلميات، دول سلميات، الأصابع برضو سلميات. طب كم سلمية؟ فوق كان في الكف الواحد كان فيه 14. طب ورجلي؟ 14 برضو، القدم فيها 14 سلمية. تمام. هتقولي مين بقى اللي باتنين، الصباع الكبير الإبهام ولا الصباع الصغير؟ أقولك الصغير ده عبارة عن ثلاث سلميات برضو. يبقى الابهام هنا برضو سلميتين، فوق زي تحت بالظبط، مفيش فرق. جميل. يبقى الصباع الصغنطوط قوي ده اللي انت ممكن وانت بتقص ضوافرك تشيله ده ما تحسش بيه، ده برضو عباره عن ثلاثه. لكن الابهام ده عباره عن سلميتين. تمام. يبقى كده خلصنا من الطرف العلوي، نراجعه مع بعض تاني. يبقى عندي اطول عظمه في الجسم اللي هي عظمه الفخذ، ودي بيبقى ليها راس، والراس ده بيستقر في تجويف اسمه التجويف الحقي. يبقى كده اتعمل مفصل الفخذ. بعد كده من تحت بتتمفصل مع عظمة القصبة، وقدام الركبة بيبقى في عظمة صغيرة اسمها الرضفة، وعظمة القصبة بتبقى للداخل، الشظية بتبقى للخارج. بعد كده تحت بنلاقي القدم عبارة عن رسغ سبع عظام أكبرهم الكعب، أمشاط عددهم خمسة، والسلميات عددهم 14. إيه الشوكة العظمية بقى؟ ده بيبقى ترسيب أملاح الكالسيوم في المنطقة دي بتاعة القدم في الكعب، أو أملاح يوريا. تمام. هي بقى اللي بتعمل حاجه اسمها الشوكه العظميه، الاغلب بتكون كالسيه يعني نتيجه التكلس، نتيجه قله شرب الميه، فهي بتبقى عامله مساله الشوكه دي، وبتبان في الاشعه بالاكس راي العاديه يعني. تمام. طيب نعمل سؤال بقى على المنظر ده. اولا ده مفصل ايه؟ ابص كده، خلي بالك دي عظمه الرضفه، يبقى معنى كده المفصل ده مش كوع، ده بتاع مين؟ مفصل الركبه. يبقى دي كده عظمه الفخذ، ودي القصبه، ودي الشظيه. طب لو جيت سالتك الطرف ده ايمن ولا ايسر؟ احنا قلنا مين البوصله بتاعتنا، مين المؤشر بتاعنا؟ الشظيه. يبقى اذا الطرف ده ايمن ولا ايسر؟ الشظيه جايه ناحيه الشظيه بره، يبقى ايمن. بالظبط. تمام، فهمنا الفكره. تمام. وطبعا العظمه الصغيره دي هي عظمه الرضفه قدام الركبه. طب معلش برضو ركز فيها، هي الرضفة جاية عند الفخذ ولا جاية عند القصبة؟ بصوا المنظر ده، جاية عند مين في الاتنين، الفخذ ولا القصبة؟ دي فوق عند الفخذ. يبقى إذن القصبة دي بتكون الرضفة دي بتكون
موجودة عند منطقة الفخذ، عند عظمة الفخذ، تمام؟ طبعا بقى دي الاربطه، وده بيوضح لي الحركه. ولو بصينا جوه هتلاقي فيه الرباط المشهور قوي عندنا اللي هو الرباط الصليبي. تمام. طيب نعمل مقارنه سريعه كده ما بين الاثنين، حزام صدري وحزام حوضي من حيث المسميات بس، وطرف علوي وطرف سفلي. الحزام الصدري، الحزام الحوضي، هنا عدد العظام 4، هنا 2. الأربع عظام لوح الكتف الترقوة، أدي الأربع عظام. الحزام الحوضي 3 عظام ملتحمة، النصف الأيسر 3 عظام ملتحمة النصف الأيمن. العظام اسمها حرقفة ظهرية، عانة، ورك، وكذلك هنا. تمام؟ التجويف، هنا التجويف الأروح، وهنا التجويف الحقي. تمام؟ جميل. يبقى دي كده مقارنة سريعة ما بين الاتنين. طب نعمل مقارنة ما بين الطرف العلوي والطرف السفلي. ثلاث مناطق، ثلاث مناطق، أسامي المناطق، العضد، الساعد، الكف، أسامي المناطق، الفخذ، الساق، القدم، العظام بنفس الترتيب 1 2 27. تمام. العضد عظمة واحدة، الساعد عظمتين، كعبرة وزند، الكف رزغ اليد، راحة اليد، سلميات الأصابع. الرزغ قلنا كم عظمة؟ 8. الراحة 5. الأصابع 14 عظمة، 14 سلمية. تمام. نيجي هنا عدد العظام، الفخذ 1 + 1 اللي هي اسمها الرطفة. الساق عظمتين، مين العظمتين؟ القصبة والشظية. القدم 26 عظمة، مين ال 26 عظمة؟ رزغ القدم والأمشاط والأصابع. رزغ القدم كام؟ 7. الأمشاط 5. الأصابع 14 سلمية. دي كده مقارنة ما بين الاتنين. تمام. تمام؟ جميل. تخلي بالنا من حتة برضو الأيمن والأيسر. بنديك عملت بلبلة السنة اللي فاتت في الامتحان والطلبة اتلخبطت، ده يبقى المفصل ده كان بتاع جزء أيمن ولا أيسر. طيب نشوف بقى النهارده فيه مجموعة من الأسئلة، نحاول بقى نستعيد مع بعض المعلومات بتاعة الحصة اللي فاتت من أول الدعامة في النبات لغاية الجزء اللي احنا وقفنا له النهارده. جميل، اتفضل. ما يهمنيش إن أنت تعرف إجابة السؤال قد ما يهمني إن أنت تفهم أنا ليه اخترت الإجابة دي أو ليه جاوبت الإجابة دي. تمام؟ تمام. السؤال الأول. هنستأذن المخرج الجميل يجيب لنا الصفحة رقم 1. الصفحة رقم 1. أوكي، اتفضل يا مستر. سؤال بيقول لي الشكل الذي يوضح العلاقة ما بين درجة الحرارة والدعامة الفسيولوجية على مدار اليوم عند ثبات كمية الماء المتوفرة للنبات أو المعطاء للنبات.
هو عايز يعرف العلاقة ما بين درجة الحرارة والدعامة الفسيولوجية بس على مدار اليوم، على مدار 24 ساعة، تمام كده؟ فبص كده، حتة على مدار اليوم دي ليها معنى وليها مغزى عندي. إن درجة الحرارة على مدار اليوم مش ثابتة، مش بتزيد على طول ولا بتقل على طول، ولكنها بتبقى ماشية على هيئة منحنى اعتدالي، يعني بتبتدي تزيد 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 لغاية ساعة معينة وبعد كده ترجع تقل تاني، تمام؟ فلو جيت بصيت بقى على أنهي منحنى اللي بيتراءى مع أو بيتماشى مع الجزئية دي، لو جيت بصيت للمنحنى ألف، الرسمة دي معناها إيه؟ خليك فاكر بس ان الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد على دخول الماء للخلايا، تمام؟ طيب ايه العلاقه ما بين الميه الاول ودرجه الحراره؟ خدنا السنه اللي فاتت عمليه مهمه جدا النبات بيقوم بيها علشان يحافظ على الاجزاء بتاعته والخلايا بتاعته البروتوبلاست بتاعه من الارتفاع المفرط في درجات الحراره، اسمها عمليه النتح. والنتح عند النبات بيشبه لحد كبير العرق عند الانسان والحيوان، يعني زي ما الانسان بيعرق النبات برضو بيقوم بعمليه اسمها النتح. تمام كده؟ طب انت بص لنفسك كده، هو انا العرق بتاعي ده بيزيد امتى؟ اخراج العرق مني ده بيزيد امتى؟ بيزيد عند ارتفاع درجات الحراره. تمام؟ يبقى جسمي هيفقد ميه او الخلايا بتاعتي تفقد ميه عند ارتفاع درجات الحراره، طب ما كذلك النبات، يبقى لما ترتفع درجه الحراره الميه هتخرج من النبات. تمام كده؟ طب ومعنى ان الميه خرجت؟ احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان النبات بتعتمد دعامته الفسيولوجيه على دخول الميه. دخلت المية اكتسبت دعامة، خرجت المية فقدت دعامة. جميل. يبقى معنى كده لما ترتفع درجة الحرارة المية تخرج. يبقى مع ارتفاع درجة الحرارة الدعامة بالظبط تقل. طيب في بداية اليوم درجة الحرارة بتكون قليلة، الدعامة هتكون كبيرة. صح؟ ما احنا قلنا المية مش هتخرج إلا لما درجة الحرارة ترتفع. جميل. ابتدت الحرارة تزيد شوية، النبات يحافظ على نفسه ويبتدي يتخلص من شوية مية. درجة الحرارة تزيد أكتر وهكذا. كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما كمية المية اللي بتخرج من النبات بتزيد، وبالتالي الدعامة نفسها تقل. بتقل. طيب بعد شوية تلاقي درجة الحرارة ابتدت تقل. وكل ما درجة الحرارة تقل كل ما يكتسب دعامة. بالظبط، يكتسب الدعامة. عشان كده الشكل الأمثل هيكون هو الشكل رقم واحد. جميل. تمام؟ تمام. طيب لو ما جابليش بقى على مدار اليوم، يعني حتة على مدار اليوم دي اتشالت ما بقتش موجودة في السؤال، هتبقى ايه العلاقة بين درجة الحرارة والدعامة الفسيولوجية مع ثبات كمية المية؟ كمية المية ثابتة ما بزودهاش. هتبقى العلاقة نوعها ايه؟ علاقة عكسية زي ما احنا شايفين، كل ما الحرارة بتزيد كل ما الدعامة بتقل. تمام. يبقى الرسمة تختلف. تمام. لكن هنا عشان قال لي على مدار 24 ساعة او على مدار اليوم يبقى هي الرسمة دي. جميل. نيجي للصفحة رقم 2، السؤال الثاني. تمام. الشكل الذي أمامك يوضح خليتان نباتيتان الضغط الإسموزي بها 5. كلمة ضغط إسموزي دي بتعدي علينا كتير، وإحنا يمكن ما سمعناهاش غير في تعريف السنة اللي فاتت بس، لما كنا بنتكلم على الخاصية الإسموزية وانتقال الماء. طب يعني إيه كلمة ضغط إسموزي؟ الضغط الإسموزي ده اللي إحنا قلنا عليه الضغط المرتبط بالخاصية الإسموزية، وخلي بالك بيتناسب طرديا مع حاجتين، مع تركيز الأملاح ومع الحرارة المطلقة اللي هي الحرارة كلفن يعني. تمام؟ يبقى في علاقة طردية ما بين الضغط الأسموزي وما بين الحرارة المطلقة. تمام. وما بين تركيز الأملاح. فلما يقول لك إن الضغط 5 يبقى كده مالكش دعوة بقى كلمة ضغط. بص على اكن تركيز الاملاح، هو طبعا دي ليها حسبه وليها قانون، بس احنا هنبص عشان نبسط الامر على نفسنا ان معنى ان الضغط 5 يبقى تركيز الاملاح 5. طب قال لك الضغط 10 يبقى معنى كده ان تركيز الاملاح 10. تمام. طيب بيقول لك بقى فان الشكل الف يدل على ان الضغط الاسموزي في الوسط المحيط كام. ابص كده على الشكل الف هتلاقي ان الفجوه العصاريه حجمها كبير والخلية منتفخة، يبقى كده اكتسبت الدعامة. تمام؟ ومش هتكتسب الدعامة إلا لما تكون موجودة في محلول مخفف. خلي بالك معنى إن الضغط يتناسب مع تركيز الأملاح يبقى المحلول المخفف ضغطه أقل. تمام؟ فهمنا جاية إزاي؟ تاني، الضغط الإسموزي بيتناسب طرديا مع تركيز الأملاح. يبقى كل ما يكون رقم الضغط أكبر يبقى معنى كده تركيز الأملاح أكبر وبالتالي كمية المية أقل.
تمام يبقى ده كده محلول مركز. طب علشان الخلية تكتسب الدعامة يبقى لازم تكون موجودة في مكان في مية كتير أكتر من اللي جواها، يبقى معنى كده الضغط اللي بره أقل من اللي جوه. فلما نيجي نبص على الأرقام بقى، فإن الضغط الشكل ألف يدل على أن الضغط الأسموزي في الوسط المحيط 6 أكبر من 5، لا كانت المية هتخرج. 7 أكتر من 5، المية هتخرج. 5 المية لا هتدخل ولا هتخرج لتساوي الضغط بره وجوه. ما المية مش هتتحرك إلا لما يكون في فرق في التركيز بتاع الأملاح أو في كمية المية. يبقى الإجابة الصح هتكون رقم كام؟ 3. تمام؟ هذا الشكل يمثل خلية فلينية ولا بارنشيمية ولا قصيبة ولا سكالارنشيمية؟ خلايا فلينية خدناها برضو في الدعامة التركيبية اللي هي بتحتوي على مادة السيوبرين. ولو انتوا فاكرين قلت لكم الخلايا الفلينية خلايا غير حية. طب انا بص على دي فيها فجوة وفيها نواة وفيها ميتوكوندريا، يبقى معنى كده دي خلية حية، يبقى ما تنفعش تكون فلينية. بارنشيمية، خلايا البارنشيمية احنا خدناها في اولى ثانوي. عبارة عن خلايا غير مغلظة الجدران، الجدار بتاعها بيكون رقيق، عبارة عن مادة سيلولوز فقط. ما فيهاش غير التراكيب الداخلية للخلية النباتية العادية من غير أي حاجة زيادة، من غير أي إضافات زيادة. فممكن تبقى هي الإجابة، بس أتأكد وأكمل. القصيبة، القصيبة جزء من تركيب نسيج الخشب. خلي بالك نسيج الخشب بتترصف في مادة اللجنين، بيتغلظ باللجنين، وقلنا مادة اللجنين بتبقى موجودة في الأنسجة غير الحية، يبقى ما تنفعش القصيبة، ما تنفعش. السكالارنشيمية خدناها الحصة اللي فاتت، دي برضو بتحتوي على اللجنين، يبقى الخلايا السكالارنشيمية غير حية. يبقى إذن مين الإجابة الصح؟ هي البارنشيمية، هي الوحيدة الحية وهي المية تخش وتخرج فيها عادي. تمام؟ نيجي للصفحة رقم 3. عند وضع خلية كرة دم حمراء، انتوا عارفين طبعا ان الدم بيتكون من مجموعة من الخلايا، دم حمراء ودم بيضاء. طيب عند وضع خلية كرة دم حمراء في ماء مقطر، عايزك تفهم يعني ايه كلمة ماء مقطر. ماء مقطر يعني زيرو املاح، صفر املاح، صفر مواد مذابة. تمام؟ مفيش اي حاجة مذابة. تمام كده؟ طيب ايه اللي هيحصل للخلية؟ هنا كده تركيز الأملاح في الداخل هيكون أكبر من الخارج. عرفت منين؟ لأن هنا ماء مقطر، مفيش أملاح أصلاً، يعني كمية المية 100%. فالطبيعي والمنطقي إيه اللي يحصل؟ المية هتبتدي تخش، وهتخش بكميات كبيرة. طب إيه اللي هيحصل للخلية؟ وشمعنى قال لي كرات دم حمراء يعني؟ أقول لك كرات الدم الحمراء أو الخلايا الحيوانية ما عندهاش الجدار الخلوي، والجدار ده بيدي الخلية صلابة. فمعنى كده لما المية تخش بكميات كبيرة هيحصل إيه للخلية؟ هتنفجر. يبقى مش هتنكمش ولا مجرد بس يزداد حجمها، لا دي هتفضل تزداد في الحجم لغاية ما تنفجر خالص. يعني هو بيعمل حماية. بالظبط، يبقى الجدار الخلوي ده بيعمل حماية أكتر للخلايا النباتية. جميل. عشان كده بنحسها إن هي بيبقى فيها درجة صلابة أكتر من الخلايا الحيوانية. تمام. يبقى عند وضع خلية كرة دم حمراء في ماء مقطر طبعا المية هتندفع لداخل الخلية بكميات كبيرة جدا أكتر من الخلية هتستحمله، وبالتالي هيحصل انفجار للخلية. طيب علل إجابتك لعدم وجود جدار خلوي لحمايتها. طب بيقولك إذا تكررت التجربة السابقة باستخدام خلية نباتية، هتفرق إيه الخلية النباتية؟ إن الخلية النباتية محاطة بجدار خلوي. جدار يعني حيطة. فيحصل لها إيه؟ هتنكمش ولا يزداد حجمها ولا تنفجر ولا لا؟ حته تنفجر مش هينفع، حته لا تتاثر مش هينفع، لان الميه هتخش تزداد حجمها. يبقى يزداد حجمها. برافو. تمام. نيجي للصفحه رقم 4. الشكل الذي يوضح العلاقه بين الكيوتين وفقد الماء. الكيوتين ده خدناه فين؟ خدنا ان ده ماده شمعيه. ماده الكيوتين ماده غير منفذه للماء، بس كده هي اتحلت. هتقولي ما معنى انها غير منفذه؟ يبقى طول ما الماده دي موجوده هيحصل ايه؟ فقد الميه هيقل. تمام. يبقى وجود الكيوتين بيمنع فقد الماء. تمام. وطالما الكيوتين زياده فقد الماء قليل، يبقى العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. جميل. صح. تمام. في كيوتين مفيش فقد ميه. يبقى العلاقه ما بين الكيوتين وفقد الماء عكسيه. طب انهي رسمه في دول اللي توضح العلاقه العكسيه؟ هتبص على ب ودال. ايه الفرق ما بينهم؟ في ب هتلاقي المحور طالع لفوق، في دال نازل لتحت. ب معناه ان العلاقه طرديه، لما يزيد الكيوتين يزيد فقد الماء، وده غلط.
طب دال معناه ان العلاقه عكسيه، لما يزيد الكيوتين هيقل فقد الماء، وهو ده الصح، يبقى الاجابه الصح هنا دال. تمام. السؤال اللي بعده صفحه رقم 5، السؤال الخامس، بيقول لي الشكل الذي امامك يمثل فقره عظميه، هو مش محدد انهي فقره، تمام؟ ادرسه جيدا ثم اجب عن الاسئله. من الممكن ان تكون هذه الفقره رقم كام؟ طب انا هعرفها ازاي رقم كام دي؟ اقول لك، احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان في عندك 5 مناطق من العمود الفقري: العنقيه والظهريه والقطنيه والعجزيه والعصعصيه، وكل واحده كان ليها خصائص وكل واحده كان ليها صفات. كان مين اكبر الفقرات عندنا؟ كانت القطنيه. طيب تعال نراجع مع بعض كده الترتيب بتاعهم: العنقيه من 1 لـ7، الظهريه او الصدريه، خلي بالك في المراجع الاجنبيه هتلاقيها مكتوبه ثوراكيك، ثوراكيك يعني صدريه، تمام؟ في الظهريه من 8 لـ19، القطنيه لم من 20 لـ24، العجزيه من 25 لـ29، العصعصيه من 30 لـ33. دي كانت متوسطه، ماشي كده؟ فلما اجي ابص لها والله ممكن تكون هي، يعني على اساس ان هي مش باينه اذا كانت متوسطه ولا كبيره. بس لما اجي ابص للارقام اللي قدامي بقى، ما انت الاجابه دي انت هتختار من اللي قدامك. رقم 1 دي اول فقره عنقيه، دي بنسميها بالانجليزي اطلس او الفهقه. طب لا، الفقره دي بالذات ليها شكل مبطط شويه، ما تبقاش بالمنظر ده، يبقى انا كده استبعدت رقم 1. طب تعالى البيه، به بيقول لي ان هي فقره قطنيه. 21 معناه ان هي قطنيه، ما هو من 20 ل 21 دي قطنيه. والله هي شكلها كبير، يبقى ممكن تكون كده. طب جيم 26، 26 عجزيه، واحنا قلنا الحصه اللي فاتت العجزيه بتكون مفلطحه وملتحمه، دي لا شكلها مفلطحه ولا شكلها ملتحمه. 31 عصعصيه كانت الاصغر حجما. فلما تيجي تبص على الاختيارات اللي قدامك، مين اللي هيتناسب مع شكل الفقره اللي قدامي؟ هتبقى الفقره رقم 21 اللي هي القطنيه. تمام. عرفنا بنحلها ازاي؟ يبقى انت تبص على الاختيارات اللي قدامك وتبتدي تستبعد مين اللي مش متوافق مع الشكل اللي قدامي. جميل. طيب تعال نشوف كده لو فاكرين التركيب بتاعها، الاجزاء اللي قدامنا دي ايه. هو رسم لك هنا 5 اجزاء. رقم 1 ده كان الجزء السميك من الفقره، وده اللي بيبقى للامام، وده بنسميه جسم الفقره. طب رقم 2 النتوء او الزائده العظميه اللي بتتجه لاسفل، ودي كنا بنسميها النتوء الشوكي. طب رقم 3، رقم 3 انا محتار والله، ما ممكن تبقى مفصلي امامي وممكن تبقى مفصلي خلفي وممكن تبقى مستعرض، هعرفها ازاي؟ بص يا ولاد، الحصه اللي فاتت انا قلت لك تخلي بالك من حاجتين: النتوء الشوكي بيرتبط بنتوء مفصلي خلفي، تمام؟ النتوء الشوكي هنا رقم 2. طب مين النتوء اللي انت تحس لازق فيه مباشره وقريب من بالنسبه له، او تحس في الرسمه ان هو جزء منه؟ هتلاقي رقم 5. يبقى اذا رقم 5 ده النتوء المفصلي الخلفي. تمام. وبرده لو جيت تدور على النت وبصيت على التركيب بتاع الفيرتيبرا اللي هي الفقره، هتلاقي مكتوب عليه الانفيريور، انفيريور يعني سفلي مش خلفي، لا هو المفروض فيه سفلي وفيه سابيريور اللي هو العلوي، تمام؟ فخلينا مع اللي مكتوب. يبقى 5 ده النتوء المفصلي الخلفي. طب نيجي لثلاثة وأربعة، واحد منهم هيبقى المستعرض، واحد منهم هيبقى الأمامي، أو زي ما قلت لك كده الأصح بتاعه العلوي. مين فيهم اللي شكله مدي على فوق أو علوي؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة هي اللي متجهة الأعلى، يبقى إذا أربعة هو المفصل الأمامي وثلاثة يبقى هو المستعرض. فهمنا عرفناهم إزاي؟ يبقى دايما الشوكي بيرتبط بالمفصل الخلفي، والمستعرض بيرتبط بالمفصل الأمامي. تمام؟ تمام. طيب بيقول لي بقى تتصل هذه الفقرة بالفقرة التي تعلوها اللي فوقها عن طريق مين؟ أكيد المفصل اللي فوق. مين النتوء المفصل اللي فوق؟ رقم 4. يبقى بتتصل عن طريق رقم 4. تمام؟ السؤال السادس: الشكل الذي أمامك يمثل الفقرة العظمية رقم 16. معنى إن هو مديني الرقم دي ليها معنى. أبص كده الأول، مين الفقرة اللي هتبقى رقمها 16؟ أنهي مجموعة؟ تاني مجموعة، يبقى دي تبع الظهرية أو الصدرية، تمام؟ تتصل هذه الفقرة بالضلع رقم كام؟ إحنا قلنا الـ 12 فقرة كلهم بيتوصلوا بالضلوع.
طب هنا هو بيسألني الفقرة اللي رقمها 16 هيبقى ماسكه في انهي ضلع؟ احنا عندنا 12 زوج من الضلوع، هي تبقى ماسكه في رقم كام؟ هتقولي طب انا هعرفها منين؟ اقول لك اطرح 7، شيل من الرقم اللي هو مديهولك 7. طب واشمعنى 7 بالذات؟ ليه مش اكتر؟ ليه مش اقل؟ اقول لك لان انت عندك كام فقره عنقيه؟ 7 فقرات، تمام؟ فالضلع رقم 1 هيتصل بالفقره رقم 8، الضلع رقم 2 هيتصل بالفقره رقم 9 وهكذا. فلما يقول لك الفقره رقم 16 يبقى بتتصل بالضلع رقم كام؟ اشيل 7 يبقى الضلع رقم 9. تمام؟ طيب تتصل هذه الفقره بالضلع من خلال الجزء رقم كام؟ واحنا بنشرح القفص الصدري قلت لك الضلوع بتتصل بالفقرات عن طريق حاجتين، النتوء المستعرض وجسم الفقره. يبقى اذا لازم اكون عارف البيانات تاني. طب تعال نشوف البيانات بقى، نقدر نجاوبها بقى المره دي. رقم 1 ده النتوء اللي نازل لتحت، يبقى ده كده النتوء الشوكي. رقم 5 اللي لازق فيه مباشره قلنا النتوء المفصلي الخلفي. رقم 2 نتوء مفصلي امامي لان ده فوق. رقم 4 النتوء المستعرض، و3 ده جسم الفقره. تمام؟ طيب احنا قلنا بقى هي بتتصل بمين؟ بجسم الفقره ونتوءها النتوء المستعرض وجسم الفقره. يبقى معنى كده هتتصل ب3 و4. تمام؟ يبقى الاجابه الصح هنا رقم 5. رقم هي. طيب تتصل هذه الفقره بالفقره التي تليها. في السؤال اللي قبله احنا قلنا هتتصل باللي فوق مع اللي قبلها. طب اللي بعديها يبقى هتتصل بالنتوء المفصل الخلفي اللي هو هنا رقمه كام؟ 5. يبقى الاجابه الصح د. تمام؟ خش على السؤال رقم 7. الشكل الذي امامك يوضح جزء من الطرف العلوي، حته من الدرايه. طب ده انهي جزء بالظبط؟ اكيد العظمه اللي فوق دي اللي هي عظمه العضد، واللي تحت ده الساعد اللي هو العظمتين الكعبره والزند. طيب هل هذا الشكل يمثل طرف ايمن ام ايسر؟ طب انا هعرفه ازاي؟ قلت لك البوصله بتاعتك الكعبره. تمام؟ لو الكعبره جايه ناحيه اليمين يبقى طرف ايمن، لو جايه ناحيه اليسار يبقى طرف ايسر. هتقولي طب ما انا اصلا مش عارف فين الكعبره. اقول لك اللي هتلاقيها قصيره من فوق هي دي الكعبره. فلما تيجي تبص هي الرسمه ملونه عشان نفهم بقى. 1 دي العضد خلاص معروفه. 2 و3 مين فيهم اللي تحس ان هو لازق في رقم 1؟ 2 ولا 3؟ لازق في رقم 1؟ 3. هو السؤال رقم 7، السؤال السابع. تمام؟ رقم 3 بالظبط. ومعنى ان هو رقم 3 اللي لازق يبقى دي الزند، يبقى دي مالناش دعوه بيها، يبقى الكعبره هي رقم 2. طب بص على رقم 2 بقى، جايه جهه اليمين ولا جهه اليسار؟ جهه اليمين. يبقى معنى كده سوري، جهه اليسار. يبقى معنى كده الطرف ده طرف ايسر. تمام؟ طيب السؤال تمام، السؤال مش معروف. يا ريت نستاذن المخرج بتاعنا يجيب لنا الصفحه رقم 7. تمام معلش نبص على الرسمه تاني. يبقى الشكل الذي امامك يوضح جزء من الطرف العلوي، ادرسه جيدا ثم اجب عن الاسئله التي تليه. هل هذا الشكل يمثل طرف ايمن ام ايسر؟ قلنا اولا ده جزء فعلا من الطرف العلوي، وده عباره عن العضد والساعد. تمام؟ يبقى ده مفصل الكوع. جميل. 1 او العظمه رقم 1 اللي هي العظمه اللي باللون الاحمر دي العضد، خلاص عرفناها. مشكلتي في اللي تحت بقى، الساعد عظمتين كعبره وزند. وانا قلت لك البوصله بتاعتك اللي هتعرفك اذا كان ده ايمن ولا ايسر هو الكعبره. تمام؟ طب انا عايز اعرف مين فيهم في الكعبره، العظمه اللي باللون الاخضر ولا الاصفر؟ بص على مين الاطول، مين اللي لازقه مباشره في العضد؟ هتلاقي رقم 3. يبقى 3 دي الزند، والقصيره اللي جنبها اللي هي باللون الاخضر دي العضد. طب العضد جاي ناحيه اليمين ولا اليسار؟ خلي بالك بالنسبه للشكل اللي احنا كنا عاملينه هنا، دي جايه ناحيه اليسار، يبقى اذا ده كده الطرف الايسر. المفصل رقم 4 بيتكون من كام عظمه؟ ابص كده هو كام عظمه متوصلين ببعض؟ هتلاقي 1 و3، خلي بالك 2 مش واصله. يبقى 1 و3 يعني كام عظمه؟ عظمتين 2 بس. يتصل الجزء السفلي من رزغ اليد مع الجزء رقم. الجزء السفلي من رزغ اليد اللي هو الجزئيه دي. تمام؟ هو بيقول لك السفلي مش العلوي. هتقولي طب ما انا يمكن عامل ايدي كده. اقول لك طبيعه جسمك وانت قاعد ولا وانت بتبقى رافع ايدك لفوق؟ اكيد لا. يبقى طبيعه الجسم والوضع الطبيعي للجسم ان دي تبقى لتحت. يبقى لما يقول لك الطرف السفلي للرسغ
يبقى من تحتيه. مين اللي تحت الرزغ مباشره؟ الامشاط. الصوره بتاعت المدرس. تمام. اللي تحت الرزغ مباشره دي بتكون الامشاط. يبقى لما يجي يسالك على الجزء السفلي من الرزغ بيتصل بمين؟ بيتصل بامشاط اليد اللي هي الخمس عظام. تمام. وخلي بالك الوضع الطبيعي لجسمك ان انت ما تمشيش عامل كده، مش فيش حد مرفعك، ولكن الطبيعي ان انت بتبقى لتحت. تمام، اتفضل يا استاذ محمد. ماشي يا فندم، شكرا. شرفتنا يا مستر محمد من الحلقات الممتعه. بس طبعا انا المفروض نوجه كده خلفيه، ان المفروض الطالب يعمل ريفيجن على الحلقه الاولى بالظبط، الشرح بتاعها بالتفصيل عشان يعرف عشان يقدر يواكب معانا الاسئله اللي ويشوف الاسئله اللي هي خاصه بالدعامه في الجزء الاولاني منها، خاصه الجزئيه بتاعه النبات. تمام، شرف. طيب في اي رساله سريعه للطلبه بتاعتك؟ برضو بكرر احذر من موضوع الحفظ، مفيش حاجه اسمها حفظ، افهم وما تخافش، وان شاء الله باذن الله ربنا معاك ولكل مجتهد النصيب، وعلى قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي اخر السنه ان شاء الله، والنظام بتاعكم ممتاز ان شاء الله باذن الله. شرفتنا يا مستر محمد، ونتمنى نشوفك في الحلقه القادمه ان شاء الله، وتمنيات القلبيه بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء. شكرا ربنا معاك ان شاء الله.